تنافست فرق أردنية لكرة القدم على جائزة غير عادية في بطولة خماسية بدون حارس مرمى في عمان، والجائزة هي سفر الفريق الفائز للبرازيل للقاء نجم كرة القدم العالمي نيمار. وتأتي هذه المنافسات في إطار بطولة نيمار جونيورز 5 السنوية العالمية التي تنظم في أكثر من 60 دولة حول العالم. خلاص ابو الوليد، اخلص اخلص، بطل بطل ابو الوليد بطل. ايش من ده؟ روح اطلع اطلع خلاص. العب زلم، العب زلم، خذوه اذا تقطع جول. قطع قطع